شغلنا بقى. طبعا الوقت اللي بنقعده في اسكندرية قبل ما بنشتغل، اول ما بنيجي، هو ده اهم حاجة، يعني هو ده اهم وقت بالنسبة لنا، اللي بيدينا طاقة عشان نعرف يعني نعمل شغل كويس ان شاء الله. طبعا اللي ما يعرفش، احنا عندنا فرعين في اسكندرية، 45 والمنظرة، دول الفرعين بتوعنا. ان شاء الله ان شاء الله هنصور بعد بكرة فيديوهين في المحلين، هنوريكم كل البضاعة اللي موجودة. لو عايز تقول مثلا مقاس معين احنا نهتم بيه بالتصوير اكتر في الفيديو ده، اقول لنا على المقاس اللي انت عايزه، هنصور كل المقاسات اللي بناء على الكومنتات اللي انتوا هتكتبوها. بس كده. المياه جميلة ما شاء الله، شفافة، او ما بيبعدوا المصيفين عنهم شوية تبدأ الدنيا تبقى حلوة.